الفكرة جات لي ان الموتوسيكل اللي فيه موتور، الطيارة العادية برضو بيبقى فيها موتور، بس طبعا قابلتني مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان انا ازاي احط مروحة ورا في حين الموتور قدام. تمام، طبعا عملت الكلام ده على مراحل، خد معايا 5 6 شهور. اول حاجة طبعا جبت الدرابوكس بتاعت التريسيكل وحطيتها مكان الترس الامامي اللي هو خارج من الموتوسيكل، شلت الترس الصغير وحطيت درابوكسة وفيها عمود الكردان. وهنا طبعا في فيديوهات لي على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك اللي هي اسمها الموتوسيكل الطائر. طبعا في الحاله ديت خدت الحركه على فوق بنظام سير برضو، وركبت طبعا مروحه خشب، ركبت مجموعه من المراوح، وبعد كده طبعا غيرت النظام تماما وعملت نظام مختلف، ان انا خدت الحركه من ورا من الترس الخلفي بسير ويدخل على درابوكس ورا واشتغل فيه المروحه. المفروض انها تلف 3000 لفه في الدقيقه. تمام، في الحاله دي طبعا الموتوسيكل المفروض ياخد سرعه اقل حاجه 80 كيلو في الساعه علشان يبدا يديني السرعه المطلوبه للطيران. تمام، طبعا انا معايا غيارات في الموتوسيكل، كل ما بزود غير الاولاني غير الثاني غير الثالث غير الرابع غير الخامس، وطبعا بزود بنزين. انا ممكن ان شاء الله رب العالمين، طبعا هي مش محتاجه للسرعه الكبيره قوي دي، مش محتاجه السرعه الكبيره عشان تطير، لان انا عند المروحه ديت 3 أضعاف سرعه الموتور، لان انا مركب نظام ترس كبير وترس صغير، المروحه نفسها يعتبر راكبه في ترس صغير او في بكره صغيره وتحت بكره كبيره، يبقى المروحه بتاخد 3 أضعاف سرعه العجله، اذا العجله لفت 100 لفه المروحه بتلف 300 لفه. تمام، والدرابوكسه برضه ليها وظيفتين، ان انا ممكن اخلي المروحه تلف يمين او شمال، وهي طبعا ضروري انها تلف يمين، تلف في الاتجاه ده عشان تدفع الموتوسيكل للامام، لازم تلف على ايد اليمين. تمام، عشان الهواء بتشفط من قدام وتضخ لورا. وطبعا فكره الطيران بتتم ازاي؟ وقت ما بدي سرعه المروحه، المروحه دي شغاله زي نظام شفاط، بتشفط الهواء من الامام وتضخ للخلف وتعمل نظام دوامه، يعني دوامات من الرياح، دوامه رياح شديده، فهو ده اللي بيدفع الموتوسيكل للامام. انا كنت عاملها في الاول ريشتين اتنين، فطبعا لقيت الـ4 ريش بتديني قوه اكتر. تمام، وان شاء الله رب العالمين قريب، يعني خلال الاسبوع من النهارده هيكون الجناح راكب ان شاء الله وطاير باذن الله رب العالمين. وطبعا انا بساهم كده للبشريه جميعا في تسهيل وسيله مواصلات سهله، وسيله جويه، ومن حق كل انسان طبعا يمتلك وسيله مواصلات طائره يعني محليه. قد المكنه غياره بتمشي طبيعي، بعد كده بزود سرعه، والمروحه وانا ماشي المروحه بتلف معايا بشكل سريع، بتاخد سرعه 60 70 كيلو في الساعه، الجناح بعمل له عمليه رفع لاعلى. طبعا في ماسوره ان شاء الله هتشوفوها قريب باذن الله، برفع الماسوره لفوق بترفع مقدمه الجناح لاعلى. في الحاله دي بعبي هواء، المروحه بقى بتبدا تكمل معايا الدور، المروحه بتشتغل جامد وهي اللي بترفع الموتوسيكله. وزن المكنه 100 كيلو، الموتور 50 والشاسيه اعتبره 50 يعني 100، وانا كمان وزني 80 يبقى 180 كيلو، مش كتير. طبعا الطيران بيتوقف على حاجتين، قوه الموتور اللي هو هيشغل مروحه، لان الموتور ده 150 سي سي 150 سي سي، وفي نفس الوقت حجم الجناح، الحاجتين دول هم اللي بتوقف عليهم عمليه الطيران. دلوقتي هو الطياره الكبيره الايرباص والبوينج والكلام ده، الطياره بتبقى وزنها قد ايه؟ اكتر من 20 طن 30 طن، ده كلهيته 180 كيلو ماشي من الالومنيوم، بس هو عندها محرك وانا هنا عندي محرك، دوكها في دوران وتعمل دوامه من الريح، وانا عندي دوران ودوامه للريح برضه نفس الشيء.